السلام عليكم ورحمة الله. كنت عملت فيديو وتسألت فيها حول هذا لاتال الجبيرة، اسمها جبيرة كراكلس يسميها، اللي شفناها في رجل عبد المجيد تبون لما دخل من ألمانيا. فيه إخوان أطباء جاوبونا وبارك الله فيهم، في إخوان من الجزائر أطباء في الجزائر يقوموا بعمل جبار ونحن فخورون بهم. يعني واحد يفتخر لما يشوف أطباء كما هذورا في الجزائر برغم القساوة وكذا يخدموا، بارك الله فيهم. في أطباء من فرنسا، أطباء من جهات أخرى، بارك الله فيهم، جاوبونا. نعملوا الحوصلة ريزومي تاع الأجوبة تاع الإخوان الأطباء. نقفوا عند ثلاث أطروحات. فيه أطروحة تقول أنه الكوفيد عنده علاقة بالرجل، ويقولك أنه الفيروس هدايا يقدر يمس الأعضاء السفلى لي مومبر انفيريور تاع الرجل، وهذا يتم عن طريق الشيا، سمعت، تسد الشريان الدموي اللي يسبب إعاقة على مستوى الرجل والساق. قل لك ce virus peut causer une ischémie des membres inférieurs, c'est-à-dire une obstruction des vaisseaux sanguins à l'origine des lésions au niveau du pied ou de la jambe. يعني يعطيها تحليل علمي، ما فيهاش نهار تفسير علمي. انا نقول تحليل تفسير علمي، يعني الفيروس هو اللي قادر يمس الدم ويتمس الشريان الدموي ويخلق فيه نوع من الانسداد، نوع سوليكسيون، ويعطل السيولة الدموية. هذا من جهة. وفيه طبيب ما شاء الله يشتغل في الجزائر يقول انه عالج 8 حالات من هذا النوع أو في الشهرين اللي فاتوا، هذو داني موحدة إلى ويكا عالجهم. هذا بدنا لو كان يعيطوا له يشوف لنا تبون بلا ما يبقى يبعثوا فيه الألمان وكذا. راهو في الصيف الطبيب هذايا، سان اورثوبيديست ما شاء الله، سمعت، يعطي تحليل علمي وتفسير علمي. في أطروحة ثانية إخوان آخرين أطباء يقولوا باللي لاتيل هذه أو لو بونشمون هذا اللي حاطينو التبون في رجلو، يقول لك سيتون اتيل دو ديشارج بور إيفيتي لابوي سور ليسكار كيوغي بو سو فورمي سور لو تالون سويت à l'alitement prolongé. Ce qui peut arriver sur les points saillants, osseuses, omoplates, sacrum, talons, etc. Il fait ce rouhada, bi, nous, had la telle, had il dirou, dirou, habèche, t'absorbi le choc avec l'appui de meyafis, qu'en des escalades que nous, على مستوى الكحل الطالون نتيجة المدة الطويلة اللي يبقى بنادم في الفراش. بنادم قلت هذا شحال مقطع انه هذاك المدة الطويلة اللي تعديها في الفراش ترتب عليها عدة امراض. ويضيفو يقول لك انه لي زيسكار هذوما يجو ثاني في لي بوان سايون او سومي كان العظم لوموبلات الطالون، يعني على عدة جهات. يقولوا اخرين انه كاين امكانيات اخرى، كاين حوايج اخرين يقدروا يسبوا وضع هذا اللي زاتل هذو،
هي لا ريدور ارتيكولار، يعني لي زارتيكولار تاع بنادم ييبسوا، المفاصل ييبسوا، خاصنا على مستوى لا شوفي. وهذا ناتج كما قلنا على يسبوا عدم التحرك، ليموبيليزاسيون هذيك في الفراش مده طويله هي اللي تقدر تسبب هذا لا ريدور ارتيكولار، يعني نقول المفاصل تيبس. فيه اخرين يفسروا هذا، فيهم اخ طبيب ومتخصص في امراض الرئه، وكان عطانا عده شروحات وتفسيرات في عن مرض كورونا وعن إصابة تبون بهذا المرض. يقول أنه وضع هذا اللاتير هذا، يقول أنا ما يفاجئنيش وما يصدمنيش ونشوفه عادي، لأنه قضى مدة طويلة في قسم الإنعاش سيرفيس الانيماسيون، يقدر يسبب هذا العطب في الرجلين، وهذا كما يعني يجي تكملة لما قالوه اخوان اخرين. فوالا، على الاقل حاولنا بالامكانيات اللي عندنا باش نوروا الراي العام والناس تفهموا علاش تبون جا برجل فيها اوناتال ما فيهاش صباط وما فيها حتى عيب، وعلاش وسائل الاعلام الاخرى ما تتكلمش؟ هذو عندهم امكانيات، من المفروض يجيبوا اطباء ويشاركوا في حوارات وفي على البلاطوهات تاع التلفزيونات، وما يجيبوا كل المشعوذين ويبداو يتكلموا على مشاكل الناس، هذيك سحار وهذا كذا وهذا كذا. هاي نقاشات يعني اللي تفيد المواطن، صحفت بدوره طبعا، القنوات الخارجه على القانون مجندتها العصابة ماشي لتنوير الرأي العام، وإنما مجندتها باش تدبدب الرأي العام، تدبدبو باش تردو غبي ابلع برك واسكت وما يخممش. نتمنى فدناكم، وشكر جزيل لكل الإخوان اللي راسلونا وعطاونا هذه المعلومات، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله، ونهاية سنة سعيدة، وإن شاء الله تكون السنة القادمة أسعد وأسعد، وتنسينا تماما في السنة هذه 2020. السلام عليكم ورحمة الله.